يسأل عن حكم ترك العقيقة، لأنه يوجد عندنا كما تقول أناس لا يهتمون بهذا الأمر، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، ولا ينبغي للأب أن يتركها، لأن فيها خيرات للطفل وشكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة المولود، وفيها توسعة على أهل البيت وعلى الجيران، فهي خير كثير، وهي سنة مؤكدة لا ينبغي للوالد أن يتركها، لأنه إذا تركها فوت على نفسه وعلى المولود وعلى أهل البيت خيرا كثيرا. نعم، جزاكم الله خيرا.